بيسألك يا فتحية أجي رسول عيان هذا عدم فهمت يعني شو؟ شو قلت ابن عمي؟ عم بسألك يعني سامحتيني؟ خلص سامحتك ابن عمي، ما حدا معصوم عن الغلط، وطالما رجعتني لعصمتك خلص أنا راضي عنك، بس بس شو؟ ما بدك ترجع لضرتي فوزية؟ اوعك تجيبي سيرتها قدام مني مرة ثانية. يعني ابن عمي هي غلطت، شيت إنه ما غلطت؟ لا غلطت وبتستاهل تتطلق، بس خلص ابن عمي أنا مسامحته. حتى لو أنت سامحتيها أنا ما بسامحها، فهماني علي شو؟ ايوه ديري بالك حسن ما يطلع معي شيء ثاني. خلص خلص ابن عمي، مثل ما بدك بصير، كلامك على عيني وراسي، وأساسا هي كانت على طول ساممتلك بدنك، وأنا تقبرني بحبك هيك تضر رأيي. ايه أنا هيك رأيي، ايوه لكار. يلا قومي جيبي لي شو اسمه، بدي اروح على الهي. حاضر ابن عمي حاضر. لو فهمت علي هاي ربيتها شو غبيه، قلنا لها جيبي لنا شو اسمه بدنا نروح على الهي، لاني عرفان شو اسمه ولاني عرفان الهي.